تحذير لكل ظالم، احذر ان تظلم زوجتك، ان تظلم ابنك، ان تظلم جارك، ان تظلم اباك او اخاك او قريبك او تظلم يتيما. الظلم ايها الاحبه مرعب جدا، والله من اكثر المواقف رعبا يوم القيامه موقف الظالمين. احفظوا هذه الايه رجاء. هذه تسليه لكل مؤمن لكل مظلوم لكل انسان تعرض لظلم الله يواسيه هنا هنا تظهر عظمه الاسلام حيث تختفي العلمانيه وتختفي قوانين الالحاد ولا يبقى لك الا الله تبارك وتعالى يواسيك يؤنسك يقول لك يعني تخيل ايها المظلوم ان الله يخاطبك شخصيا يقول: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون" سبحان الله. الملك ملك الملوك القهار مالك الملك المتصرف في كل ذره من هذا الكون القادر على ان يهلك الكون بما فيه يقول لك ايها المظلوم ايها المهموم لا تظن ان الله لا يرى هؤلاء لا تظن ان الله لا يعلمهم لا تظن ان الله لا يكتب كل حركه وكل فعل يقوم به وكل فكره يمكرون بها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم طب انسان قد يقول يا رب لماذا لا تهلك الظالمين؟ ياتيك الجواب. الهلاك هو اقل عقوبه ايها الاحبه. الهلاك الدنيوي هو اقل عقوبه على الاطلاق ولكن الله تبارك وتعالى يريد ان يزيد لهم العقوبه ويعاقبهم عقوبه فريده من نوعها في القران الكريم هناك لكل انسان كافر او ملحد او مشكك او مجرم عقوبه ولكن من اسوا واذل انواع العقوبه هي عقوبه الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون هذا في الدنيا انما يؤخرهم ليوم يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار تشخص تبقى مفتوحه هكذا شاخصه تصور ان انسان تعرض لخوف، لرعب يفتح عينيه وهو لا يستطيع الحركه مثلا يعني اذا قيدت انسان واقترب منه وحش مرعب او افعى سامه تجده يفتح عينيه ولا يستطيع ان يفعل اي شيء يفتح عينيه خوفا هنا اللفظ القراني ايها الاحبه إنما يؤخرهم ليوم تشخص، كلمة تشخص فيها شيء من الذل يعني يفتح عينه بذل وخوف ورعب إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فقط أم هناك شيء آخر؟ هناك شيء أشد مهطعين مهطعين مقنعي رؤوسهم يعني مسرعين تجده مسرع باتجاه الموقف المرعب مقنعي رؤوسهم الرؤوس تجدها ذليله خاشعه آه هكذا بصره مفتوح ويشخص الى السماء و وفي حاله رعب مهطعين اي مسرعين والكلمه سبحان الله فيها شيء من الذل في معاني هذه الكلمات إذلال مقنعي رؤوسهم الإنسان عندما يخشع ويكون و و ذليلا أمام موقف ما يعني آه يعبر عنه بهذه الكلمة مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم هذا الطرف لا يستطيع أن, 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 أن يرتد تتوقف طرفة العين تتوقف تماما يبقى, يبقى الجفن مفتوحا من شدة الخوف لا يرتد إليهم طرفهم طرف العين يعني لا يرتد لا ينغلق وأفئدتهم هواء فارغة الفؤاد يمكن أن ينشغل بأمور كثيرة جدا في الدنيا في المال والمتاع وكذا والطعام والشراب وآ الاعمال والاهداف وغير ذلك ولكن هنا في هذا الموقف من شده وهول و و وكثره الاذلال الذي يتعرضون له هؤلاء الظلمه تجد ان افئدتهم اصبحت فارغه من كل شيء لان كميه الخوف التي يتعرضون اليها كميه هائله جدا تفرغ هذه الافئده من كل شيء الذل لاحظوا الكلمات ايها الاحبه مهطعين فيها شيء من الذل احد معاني كلمه مهطعين اي اذلاء صاغرين مقنعي رؤوسهم ايضا هذه فيها ذل في معانيها يدخل موضوع الذل هنا لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء يعني باختصار أيها الأحبة، الظالم في الدنيا سيكون ستكون صفته في الآخرة شيئين، الخوف والذل، يعني يعني الخوف يكفي، فما بالك إذا كان مترافقاً مع الذل، لذلك أحبتي في الله أقول لكل إنسان يعني آه ظلم شخصاً أن يطلب منه المسامحة. إذا أسأت بحق شخص، صل رحمك، صل أخاك، صل جارك، لا تقطع الناس. تحمل لأن الموقف صعب، الموقف الذي ينتظرك صعب جدا. أنا بالنسبة لي أهون بمليار مرة أن أصبر وأتحمل وأكون أنا المظلوم خير مليار مرة أن أكون أنا الظالم. العكس أنت إذا كنت مظلوما أخي الحبيب هذه نعمة من الله لأنك لأن الظالم سيكون وضعه هكذا وستراه يوم القيامة لذلك أحبتي في الله احذروا من الظلم وتواضعوا من تواضع لله رفعه الله وتسامحوا التسامح أيها أيوة هذا الظالم أيها الأحبة والله لو علم مصيره لوقف خاشعا هكذا في الدنيا لم يفعل شيئا لرأيته ذليلا في الدنيا موقف يوم القيامة مليء بالذل والخوف والرعب لذلك أيها الأحبة دعوني أكرر هذه الآية رجاء احفظوها فهي آية فيها مواساة مواساة لكل إنسان ولا تحسبن إن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.